إيه سوني خلو قعود سجى الصبح سوني شو سوي أوكي هاي وين أمي هاي ما موجودة لحد شو سوي أوكي خلو باع أنا كل جوعان حتى ريوق ما هاي فتي لحد وين راحت سين شو سوي سوني ولازم أتريق حتى أطلع أهلا أمي جيجي صباح الخير جيت أمي أهلا ماما صباح النور لك ابني شوف أنت ما تعرف ما رحت مسافة كلش بعيدة لأن إحنا ما عدنا أكل وجبت هذا الدجاج وجيت بس ما عدنا فحم ابني ما عدنا فحم بس هذا اليوم جبت فحم كل شوية إيه ابني يوم طبخنا بي وكله خلاص بس لازم تروح ناكل كيف وتجيب لنا فحمك شوي حتى نطبخ هذا الاكل بس شنو تريدين انا استمر قاعد من النوم تجي من الصبح راح اجيب فحم بس يلا شو اسوي انا لازم اترك لاني كلش جوعان اوكي يلا خل ابوع وين البيكوكس مالتي هي البيكوكس يلا صراحه اروح للكيف اجيب فحم واجي على السرعه اوكي راح انتظرك اوكي هي صارت رحت البيت خلي اروح على السريع بس لازم اجيب فحم بس انا دائما امني تقعد الصبح والقى كل شيء جاهز دائما اقعد الصبح يريدون من عندي شغلات يلا اوكي خلي اروح على السريع سوينا انا وصلت للكيف يلا ويات الفحم قريب عليه يعني مو كلش بعيد يلا لازم اجمع شقد اوكي يراد اجمع فحم كل شوي شقد صار عندي 2 بس انا ما راح اجمع هواي حتى باجي من الصبح اقعد راسي يتريق ما اريدهم بعد يدزوني على شيء ثاني يلا اوكي سوكي شقد صار عندي لا انا بعد يرادي اكثر اوكي هسه صار عندي 10 هاي كلش كافي يلا خلي اروح على السريع إيه صاني رجعت للبيت يلا خلينا نطي الفحم لأمي حتى تسوي لك على السريع واني كلش جوعان إيه زين أمي جبت الفحم إيه طبعا بحسن جبت هذا 10 فحم أتوقع هذا كلش كافي إيه كلش زين بس تعرف ابني الدجاج يتأخر يراد له هواي وقت يلا خلينا شغل الفرن حتى يستوي الدجاج الدجاج يتأخر لحد أنا شرح أسوي بس أوكي أنا جت ببالي فكرة خلي أقعد هنا لأن المكان كلش حلو إيه أوكي خلي أقعد أتفرج وانتظر نفس الوقت من يكمل الدجاج أدخل وأتريق يلا خلينا ننتظر يلا صاني خل نطلع بس بوني كوش فرحانة ومتحمسة لين بابا وافق راح اشتري حصان اي طبعا لأني كبرت والمشي مسافات بعيدة كلش متعب لازم حصاني يفيدني اي بس شنو ما صحيح دوك جيجي خلي روح واقول له يلا خلي روح إيه صار قاعد اتفرج على النار كلش حلو يلا صاير خليني اتغلق رانيا وفززتيني نعم شو تريدين شنو فززتك جيجي هو جيت احكي وياك ايش مدريني انت جيت يمذني وصحين جيجي بس شوف جيجي جيت احكيك بموضوع انت كده صح تفرح الموضوع اوكي شنو الموضوع يلا قولي لي عليه بروح اشتري لي حصان ايش حصان اي طبعا ثاني شي انت بعدك صغيره شنو حصان ما يصير تيش حصان شنو ليش جيجي بحكيس يعني بروح الغابه والغابه كلش بعيده فلازم يكون عندي حصان جيجي حتى انا قررت انه اشتري حصان ايميرالد حصان ايميرالد اي طبعا بس هو شنو الحصان ايميرالد اصلا شكله ما حلو لونه اخضر بس انا انصحك تشتري مثل حصان ابيض او حصان دايموند يصير لونه كلش حلو بعد دايموند لونه ازرق حتى شكله يصير كلش حلو حصان دايموند شنو دايموند لا بالعكس راح اشتري ايميرالد وانت مالك دخل انا بصوت حكيت وياك يلا خلنا نروح انا شو تسوي على العموم سان شو علي بيه بس انا نصحته انه تشتري حصان دايموند اي طبعا لانه هو احلى شيء الدايموند بس ها شنو يعني هاي رانيا تشتري سلحته حصان واني ما عندي حصان انا لحد الان كله اروح مشي وارجع مشي زين اوكي جتي ببالي فكره ليش ما اقول لامي وخلي اشوف شنو رايه يلا خلي اروح على السريع يا صانة رايقت وكملت هجت رانيا أنا كنت ضجت من جيجي يحكي على حصان ماتي هلا بابا أهلا بنتي بابا كملت أقلك مو صحيح إي طبعا بنتي أنا رايقت وكملت كل زين لعد يلا بابا خلنا نروح نشتري حصان الإيميرالد صحيح لعد يلا بس أنا حتى مجهز الفلوس ماتي يلا تعال خلنا نشتري على السريع يلا بس إحنا وين نروح بابا بنتي الحصان يبيعوه بمنطقتنا القديمة لازم نروح هناك أوكي بنتي يلا بابا أوكي أنا ما عندي مشكلة بس بابا أنا كنت ضجت من جيجي يقول لي محل حصان الإيميرالد احلى شي حصان الدايموند شنو لا بنتي انت مو عليك بي تعرفي ذولا عائلة الدايموند هما بس يحبون الدايموند بس احنا ما علينا بيهم الحصان الامارات كلش حلو يلا تعي على السريع يلا ما بعد خل نروح نشتري وصاني كلش حزين لين قلت لأمي تشتري لي حصان بس ما قاعد تقبل تشتري لي تقولي انت بعدك صغير مع اني كبرت وحتى صرت تشطوني بس ما في شي تسوي وياي ايه هسه الاكل استوى هاي بنتفضل هذا الدجاج يلا كل على السريع اوكي بس بو عمي انت ليش ما قاعد تقبلين يعني ذول عائلة الامراض راح يشترون حصان البيت امرانية واني ما عندي حصان وابني احنا شو نبي بهاي عائلة الامراض احنا مو لنا دخل انت بعدك صغير ابني ما يصير شنو انا بعدني صغير لا انا بعدني مو صغير اصلا انا كبرت وانت قدرين تعتمدين علي ايش ما انت كبرت اعتمد عليك متأكد جيجي اي طبعا لحد اوكي كل الشبير اي كل الزين ما انت تقول ان انت كبرت
شوف انا اطلب من عندك طلب. اوكي زين، شو هذا الطلب؟ شوف ابني، تروح للغابه وصيد لي خروف وصيد لي بقره. اصيد خروف وصيد بقره؟ زين ليش اروح اصيدهم؟ وتعرفوني بعدني صغير. بعدك صغير؟ لا شلون ابو كبر جيجي؟ لا موك اي حصان. لا اوكي انا موافق. يلا ما يخالف، يعني سيدة اروح اصيد بقره واصيد خروف راح تقبلين تشتري حصان؟ اي طبعا ابني، اكيد راح اشتري لك. ايوه اخيرا اقتنعت امي. لحد يلا سوي، لازم اثبت له انه انا اصلا صرت كلش كبير واقدر اصيد بقره واصيد خروف. بس بدي اشوف اوكي، خلني اكل الدجاجه مالتي. يا ثاني شو بعد؟ زين شو اسوي؟ اوكي خلني اجي على الصندوق واشوف شنو عندي. اوكي عندي هذا القوس. زين اوكي، هسه راح اروح للغابه وراح اجيب لك خروف واجيب لك بقره. اوكي اي كل زين ابني، قاعد اروح ابقى انا وانتظرك. اوكي يلا ثاني خلني اطلع على السريع. واو بس انا كلش فرحان، يعني السرعة اقتنعت راح تشتري حصان. بس انا ما راح اشتري، راح اشتري حصان الدايموند. اي طبعا لانه هو احلى لون حصان الدايموند. واو يلا سخر روح الغابه ما تتاخر، يلا خل نروح على السريع. يس احنا تقربنا، يلا تعالي رانيا. او بابا صنك وشو نمشي؟ شنو ما وصلنا؟ لا ابو بنتي هسه انا سرت بالمنطقه وقالوا اكو واحد يبيع حصنه، تعال خلينا نشوف. قالوا نهايه الشارع. اي كل زين، انا قاعد اشوف اكو واحد يبيع حصنه. صحيح ذاك اي كل زين. بابا شوف انا رحت حصان امرض، كم مرت غير حصان حتى تروح ويا الغابه. بس ما اعرف انا بنتي اذا عنده حصان امرض او لا، لازم نشوف البدايه. يلا خلينا نشوفه. اي تعالي باعي، حيل ايش قد عنده حصنه. بس باعي عنده كل الالوان، عنده حصان ابيض وعنده حصان جوزي وعنده حتى الحصان الاسود، انت اختار اللون اللي يعجبك. او بابا يلا اوكي بس راح ادخل واشوف. بس بابا انا ما اظن حصنه، انا عاجبني الامرالد. بس شنو بابا؟ هذا حصان امرالد. ايه صحيح هذا حصان امرالد، بس ما اتوقع هذا سعره كلش غالي. خلينا نشوف ايش قد سعره. يلا خلوها علي. وحتى لو واذا غالي ما تشتري يا بابا. اوكي بنتي اذا انت كلش عاجبك انا راح اشيلك اياه. يلا اوكي راح تخلص على السعر. اهلا عمو. اهلا عمو، ايش قد السعر هذا الحصان الامرالد؟ يعني كلش عجبني. هذا حصان الامرالد سعره 64. 64 اوكي خلص اسال بابا. بابا يقول 64 يعني زين نشتري. 64 حل. اوكي يلا ما يخالف راح اشيلك ياني. اي كل زين. يلا ادخل لغده حتى نروح. وانا هذا الحصان، اي هذا الحصان. يلا تعال يا حصاني خلنا نروح انا وياك. اوكي بنتي بعد انا راح ادفع الفلوس واطلع على السريع. اوكي ايوه بابا انا كنت فرحان بهذا حصان امرض، واخيرا صار عندي حصان امرض كلش حلو. شوف بابا شوف حتى قفزته كلش عالية. بس بعد انت هذا اغلى حصان، يعني بقية الحصنة كلهم سعرهم 20 دايموند، اللي هذا سعره 64 كلش غالي هذا. يلا بابا لا تنسى خلينا نروح البيت ولا شوف صديقي جيجي هذا الحصان وقول له شوف حتى تقول دايموند حلو، لو بالعكس الامرض كلش حلو. اوكي بنتي لا يلا خلينا نرجع البيت على السريع. يلا تعالي. اوكي حيل لسه قد صار لي قاعد افتر بالغابه ولحد الان ما لقيت لا خروف ولا بقره. بس وين راح القام انا ما اعرفه، لازم اروح بعدها هيك ادخل بالغابه. بس ايش قاعد اشوف من بعيد؟ ما اعرف شنو قاعد اشوف، يمكن ذاك خروف. اي صحيح مو ذاك الخروف، ذاك خروف. بس شنو ذي كان بقره صحيح. يلا اوكي يلا لازم اصيدهم على السريع حتى اثبت لامي انه وصلت كلش كبير وتشتري لي حصان. مو يلا اوكي تعال قبل ما يروح الخروف لازم اصيد على السريع. اوكي وقف يا خروف لا تتحرك. يلا 1 2 3 هوب. واو اي صحيح هسه انا صدت الخروف، انا لاول مره اصيد بحياتي. واو هسه صار عندي خروف بس ذيك البقره، بس انا اخاف من بقره لا تجي علي وتضربني. بس يلا اوكي انا عندي هذا القوس وانا احمي نفسي. يلا اوكي يلا تعالي يا بقره تعالي وقفي مكانك. واو لا شنو انا راح تهرب. لا تعال لا تهربين. اوكي لا ايش راح تضربني؟ لا بخلي اوكي واو هسه صرت وايد صار عندي خروف وصار عندي بقره هسه كل زين. بس اذا اروح اقول لامي بلكي توافق تشتري حصان. لا شنو توافق؟ اكيد راح توافق لان هي وعدتني قالت اذا صدتهم انا راح اشتري لك حصان. واو يلا خل نروح على السريع. ايه صار رجعت البيت. يلا خلي اقول لامي اي طبعا لين بعد وقت خلي هسه تاخذني وتشتري لي حصان. يلا اوكي خلي اشوف هسه. امي هسه انا جيت. اني جيجي عم جبت لي؟ اي طبعا باعي هسه انا صدت بقره وصدت خروف. يلا تعال بعد. انا شو اتاكد ان انت صدق صدت خروف وبقره؟ احتمال اشتريتهم وجبت لي اياهم. شنو اشتريتهم؟ لا انا ما كذب ابد، ثاني شو انا من طلعت ما عندي دايموند، شلون اشتري اذا ما عندي دايموند؟ اي صحيح انا اتذكر ما كان عندك دايموند. يقول لي زين ابني ايوه بس راح اعتمد عليكم كل شيء. اي طبعا وحتى جبت الصوف مال خروف هذا الصوف، حتى هذا جبت الجلد مال بقره باعي، ويات هذا اللحم مال خروف ولحم البقره باعي. يا عافيه. يقول لي زين ابني انا مثل ما وعدتك انه انا راح اشتري لك حصان بس هسه ما اقدر،
نسيت تأخر وقت، لازم باشر من الصبح. اي طبعا ابني، لازم باشر من الصبح اخذك وبعد اشتري لك حصان. اه اوكي بس بتوعديني باشر من الصبح يعني حتى ما نتري نروح هسه نشتري حصان ونرجع. اوكي ابني ما يخالف، باشر من الصبح نطلع نشتري حصان. اوكي بعدين راح اطلع العب برا. اوكي ابني اوكي. يا سحنا رجعنا، يلا بنتي تعالي للبيت حس سريع، بس لازم نتغدى لان كلش جعتاني. الا بابا شوف انا عجبني العب. اي طبعا عجبني العب انا والحصان مالتي. اوكي بس ما تتاخرين، راح اروح للبيت واجهز الاكل. اوكي بنتي. اوكي بابا ما يخالف. اي حصاني كلش فرحنا بهذا حصاني، زين شو حسوي؟ ما صحيت تذكرت، خل اروح نوكين بجيجي، واكيد هسه راح القى جيجي موجود، واقول له جيجي شوف هذا الحصان مالتي، حصان الامرالد، انا عنادك، انت ما عندك حصان. يلا تعال يا حصان امشي خلنا نروح. يلا امشي يا حصاني امشي. شو قاعد اسمعاني؟ شنو هاي رانيا جدي؟ هاي عندها حصان ايمرالد. هلا مستحيل. هلو رانيا. شوف جيجي انا عنادك، انت ما عندك ولا حصان، انا عندي حصان الايمرالد. حصان الايمرالد اي صحيح، هذا صدق حصان الايمرالد. جيجي هذا كلش غالي، يعني عباك رخيص، لان تعرف هو احسن شيء نوعيه الايمرالد. بس بعد وخر الحصان مالتك احتمال يدفرني، وانا تعرفين اخاف من دفره الحصان. بس اقول لك باي رانيا، انت بيش شريتي هذا الحصان مالتك؟ جيجي غالي انت مالك دخلتش عليك. بس انا حصاني هذا كلش حلو، حتى بالمحل اللي باع لي قال لي هذا احسن نوعيه واغلى نوعيه. شنو احسن نوعيه؟ لا اصلا هو ما يعرف هذا بالمحل، احسن نوعيه هو حصان الدايموند مو حصان الايمرالد. او جيجي رجعنا عند دايموند والدايموند كلش مقرف. بس يلا اوكي هسه انا على عنادك راح اخذ هذا الحصان مالتي وراح للغابه. شوف جيجي اذا تريد تعال وراي والحقني. اوكي شنو الحقك ركض؟ لا ما اجي وراك، وانا شو علي بيه؟ خليه تروح بكيفك. لا جيجي انت بقراني وراح اروح اتونس. اوكي يا لساني خلو قعد، هي اصلا ما تعرف انه انا باكر راح اشتري حصان، بس المرة راح اشتري حصان الدايموند. وهسه من تشوفه اكيد راح تغار من عندي، يصير حصان الدايموند صدق شكله كلش حلو مو مثل هذا الحصان مالته. يلا خلنا ننتظر من يجي باكر حتى نروح من الصبح. يا ساني قعدت من الصبح وجهزت الريوق، سويت هذا الدجاج، هسه امي بعدها نايمه. بس ها شنو بعد وقت؟ الساعه 7 الصبح. بس شو اسوي؟ اوكي خل اقعد امي واقول لها تعالي تريقي حتى وراها نروح نشتري حصان لاني كلش متحمس. يلا خل اقعد امي. ماما اقعدي صار الصبح. جيجي نعم من جيجي. باي صارت الساعه 10 وانت بعدك نايمه. الساعه 10 ابني متاكد؟ اي طبعا، باي حتى راح يجي الظهر وانت بعدك نايمه. شنو ابني؟ بس شو ماكو شمس؟ ماكو شمس؟ باي هاي احتمال اكو غيم، هذا الشمس بعد ما اجى. اوكي اي كل زين، لا تهمزي ابني انت قعدتني. يلا اوكي ها شنو انت محضر الاكل؟ اي طبعا بعد يوم كلش متحمس، اليوم راح اروح نشتري حصان، ولهذا قاعداني من الصبح من الساعه 5 قاعد. اي كل زين، لا يلا ابني خلنا ناكل على السريع حتى بعد نشتري حصان. اوكي شوف ابني هذا الدجاج يلا كلها. اوكي يلا ساني خلنا ناكل الدجاجه مالتي حتى ورا نشتري حصان على السريع. يلا خلنا ناكل. اي امي هسه احنا تريقنا وكملنا، يلا خلي نروح على السريع نشتري الحصان. كل زين انا بجهز نفسي. بس شنو؟ شنو؟ هاي 27 دقيقة. شنو انت قاعدنا من الصبح ابني؟ 27 بس با امي طبعا تكذب علي ابني. تكذب علي؟ لا ضربيني. بس با انا اعرف ليش تدرين؟ اذا قلت لك الساعة 7 انت ما راح تقعدين، ولهذا قلت لك الساعة 10 بس يلا عادي، بس المرة سامحيني. يلا خلي نروح على السريع، احنا ما يصير نتاخر حتى نشتري حصان، يعني احتمال يشتروه قبلي انا ما اعرف. يلا اوكي ابني انا راح اسامحك، بس يلا امشي على السريع حتى نشتري حصان. يلا تعال. اوكي سوى خير اني رايح، واخيرا راح يتحقق حلمي وراح يصير عندي حصاني. يلا خلينا نروح على السريع. يس احنا تقربنا، بس انا سالت هذا بالاسواق قال لك واحد انه يبيع احصنه. يلا خلينا نروح على السريع. صاحبني وديك الاحصنه يعني احنا تقربنا. صحيح يا هذا قاعد يبيع احصنه، يلا خلينا نشتري من عنده على السريع. يلا بس نشوف عندك شو النوعيات، انت نوعيه تعجبك؟ شنو النوعيه؟ لا هاي كل ما قاعد تعجبني، انا يعجبني بس الحصان الدايموند. بس حصان دايموند؟ يلا اوكي لا تعال ابني خل اساله واشوف، خل اساله اذا عنده حصان دايموند. مرحبا. اهلا شوفوا احنا جينا انا وابني، ابني عاجبه حصان دايموند. شو انا ما عندك حصان دايموند؟ حصان دايموند؟ انا ما عندي حصان دايموند، عندي بس هاي الحصنه. شنو امي؟ يقول عندي بس هاي الحصنه، بس ايش ايش بس ذني حصنه؟ لا عمو اسمعني، انا اريد حصان دايموند، انا ما يعجبني ذن الالوان. ابني انا ما عندي حصان دايموند، لان ابني حصان دايموند بس سعره كلش غالي، ولهذا انا ما ابي حصان دايموند. ابني قاعد تسمع يقول السعر كلش غالي،
اوكي ابني لا عاد اختار من ذني احصنه، هذا احصنه كلش حلو، هذا عندك ابيض، هذا جوزي، هذا اسود، اختار ابني. لا 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 يعني راني تشتري حصان ايميرالد ولونه اخضر وانا اشتري حصان ابيض؟ لا 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 مستحيل، ثاني شي تعرفين احنا عائله الدايموند، احنا ما يصير نشتري الوان، لازم نشتري بس دايموند. اي شوف ابني يعني اذا هسه ما تختار يا راح ارجع البيت، بعد وين ندور على حصان دايموند؟ مستحيل راح نلقيه. شنو؟ لا لا على العموم انا ما اريد من ذا الحصان، انا اريد بس حصان دايموند. او ابني لا اوكي انت بقنانه، ما راح اروح البيت. اوكي ابني اوكي اوكي. وسوني ايش راح اسوي؟ انا بعد ما اعرف وين راح اسال. يلا ابني هسه راح اروح البيت. اوكي اوكي اوكي. ولا لا انا مستحيل ارجع البيت، انا لازم اليوم اعثر على حصان دايموند ولازم اشتري حصان دايموند، انا مستحيل اظل. زين شو اسوي شو اسوي؟ اوكي خليني اروح اسال بالمنطقه بلكي احد يدليني. يلا خليني اروح. يا سوني رجعت للقرية بس أنا ما أعرف وين راح أسأل، أنا لازم أسأل الناس هنا بلكي شايفين حصان دايموند أو أحد يبيع حصان دايموند حتى أروح أشتري من عنده. بس ها أوكي أنا نسيته بالأسواق، قبل شوي سألته بس على حصنه، خليني أسأله هسه. عمو عمو. نعم نعم ابني. عمو أنا جيت أسألك أكو حد هنا عنده حصان دايموند أو يبيع حصان دايموند؟ لأن أنت قبل شوي دزيتني على هذا وما عنده حصان دايموند. با ابني اذا تريد حصان دايموند اكو بس بيت واحد بالمنطقه هو عنده حصان دايموند. ايش اكو بيت عنده حصان دايموند؟ اوكي اوكي زين هو يقبلوني بيعوه؟ ابني والله اني ما اعرف، بس اذا تريد انت روح واسالهم. اوكي اوكي زين ممكن تدلين عنوان؟ اي طبعا ابني هسه راح ادلك العنوان، والعنوان هو هذا البيت الدايموند الموجود بالمنطقه هو الوحيد اللي عنده حصان دايموند. بيت الدايموند الموجود بالمنطقة؟ اي صحيح عرفت هذا البيت. اوكي لا تخلي اروح واسلم بلكي يبيعوا لي هذا الحصان. اوكي شكرا عمو. عفوا عفوا ابني. يلا خلنا نطلع على السريع. بو هساني كلش متحمس، هساني عرفت انه اكو ناس عندهم حصان دايموند، خلنا اروح بلكي يبيعوا لي حتى نشتري ويصير عندي هذا الحصان. واو يلا صرت قربت. اي صحيح هو هذا البيت، بس ايش قاعد اشوف؟ لا 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 مستحيل هو هذا حصان الدايموند. واو وحيا حصان، هسه انا راح اشتريك وانت راح تصير حصان مالتي. زين اوكي بس هم خاف ما يقبلون يبيعوا لي، بس انا ما اعرف، خلي ادق الباب عليهم وخلي اقول لهم بلكي يبيعوا لي. يلا صرنا وصلت البيت، افتحوا الباب افتحوا الباب. حيل سونج قد دقيت الباب بس ما حد ما قاعد يطلع، معقول يكون ماكو حد بالبيت؟ زين شو اسوي؟ هاي فتحوا الباب. مرحبا تفضل. اهلا اهلا. انا جيت اريد اشتري من عندكم هذا الحصان، انا عرفت ان عندكم حصان هذا الدايموند وانا هذا كلش عجبني. شنو تبي تشتري حصان الدايموند؟ بس هذا ابني مو للبيع. هذا الحصان مو للبيع، بس هو هذا الحصان الوحيد الموجود بالمنطقه وكلش عجبني، وحتى ايش قد دورت وبحثت انا اريد حصان دايموند بس ما قاعد القى، ماكو احد عنده بس هذا الحصان اللي عندكم. او ابني بس هذا مربي يعني ما بيعها، ما اقدر ابني، اذا تريد اشوف لك غير شخص احتمال تلقي غير يبيع دايم حصان دايموند. شنو يعني اروح اشوف غير مكان؟ بس ما قد تعبت. بس يلا اوكي اوكي اذا انتم تبيعوا شو سواني، خلي اروح لغير مكان. اوكي ابني اوكي. وسوني قد حزين، انا حبالي راح يبيعوا لي هذا الحصان، كان يسفر راحت وخذته وياي بس ما ادري ليش ما يقبلون. ايش اسوي؟ اوكي اوكي خلي اروح اسال بغير مكان. يلا خلي اروح. يلا ثاني خلي ادخل، هسه هذا الولد طلب من عندي اني ابيع الحصان، بس انا ليش ما ابيع الحصان؟ اي صحيح انا كبرت حتى ما اقدر اهتم به. اي صدق هذه خوش فكره، بس راح اقول له انه تاخذ الحصان بس بشرط، واذا نفذ لي هذا الشرط انا راح اعطيه الحصان. بس يلا اوكي خلنا نسرع اسرع قبل لا يروح. ابني ابني تعال. هاي شنو صاحتني؟ بس ما اعرف شو تبي من عندي، يمكن راح تبيع لي. يلا خلي اروح اسال. نعم نعم انت صحتيني خاله. نعم تفضلي. طبعا ابني شوف انا فكرت وراح ابيع لك هذا الحصان بس بشرط. تبيع لي هذا الحصان؟ اوكي اوكي انا مستعد انفذ كل الشروط، بس على العموم يصير عندي هذا الحصان. مو زين ابني اوكي اسمعني زين، نعرف ان اني مره كبيره وانا الدايموند عندي كله خلاص، بس شوف محتاجه منك مساعده، يعني انه انت تروح للكيف وتجيب لي دايموند، لان انا راح اثق بيك لان انت من عائله الدايموند، بس ما اقدر اوصل غير شخص ثاني، اذا وصل شخص ثاني احتمال ياخذ الدايموند مالتي. اوكي اوكي يلا انا مستعد اروح اجمع الدايموند واجيب لك اياه، بس راح تبيعي هذا الحصان. مو اوكي انا موافق. يلا ابني لا عاد روح استعجل جيب الدايموند وراح ابقى انا انتظرك، واذا جبت لي هذا الدايموند انا راح اعطيك الحصان ابيع لك اياه. اوكي اوكي بس لازم تدلي عنوان الكيف مالتكم لاني ما ادله. اوكي ابني هسه راح اكتب لك اياه بالورقه وانطيك اياه. اوكي اوكي واو ساني كلش فرحان، هسه راح تكتب لي العنوان وراح تجيب لي اياه، بس واو يعني مؤخرا راح يصير هذا الحصان مالتي. يلا واو. يلا ابني شوف نعم انا كتبت لك هذا العنوان، وهذا على العنوان انت روح. اوكي اوكي يلا ساني قاعد اقرا. هاي صحيح انا عندي هذا العنوان. يلا خلي اروح على السريع اروح اجمع على الدايموند واجيب لي اياه حتى تبيع لي هذا الحصان. يلا خلي اروح على السريع.
يا صار تقربت هنا، يوم العنوان مكتوب هاي المنطقة، بس ما أعرف وين الكيف مالتهم صاير، بس لازم أبحث بس وين، هاي صحيح، أنا قاعد أشوف، أكو ذيك غرفة خشبية، أتوقع هو ذاك بوابة الكيف، يلا خليني أروح على السريع، إي صحيح، هو ذا نفس العنوان المكتوب، يا صار وصلت، أوكي بس هذا ممنوع أحد يدخل بي، إي طبعاً، لهذا الكيف تابع ذولا عائلة الدايموند، بس يلا أوكي صاني خليني أدخل وأجمع لهم دايموند. يا ساني دخلت، اي صحيح، وهذا الكيف، يلا خلي اسد الباب وراي واجمع لهم دايموند كل شوية. بس وين وين؟ اياته حيل، ايش قد حدهم دايموند؟ هذول كلش اغنياء، بس اوكي اوكي انا شحلية، هسه راح اجمع لهم الدايموند وراه راح ينطوني بيه على الحصان، يلا خلي ادخل على السريع، بس لازم اجمع لهم دايموند كل شوية، اوكي ايش قد هاي؟ هاي لابس واحد، ما يريدون هواي، لازم اجمع حس هذا كله، يلا خلي اجمع على السريع. حلو سونج قد جمع الدايموند بس هذا البين كلش اغنياء حتى الدايموند مالتهم ما يخلص. بس يلا كان ايش علي لازم اجمع على السريع. اوكي بس قد صار عندي ايش قد؟ اوكي خل باوع صار عندي 17 بس لا انا لازم اجمع الموية على الاقل فت 50 حبه ورا ودي لهم اياه. يلا اوكي ايش قد صار؟ اوكي صار عندي 21 لا اوكي خل اخذ هذا كله وودي لهم اياه على السريع. ايش قد صار هسه عندي 24 لا اوكي خل اجمع هذا على السريع يلا خل اشتغل. يا ساني كملت وجمع الدايموند كل شويه يلا ساني خل اروح على السريع وانطيهم اياه. اي طبعا اتوقع هذا كلش كافي. اي طبعا شي خلص الدايموند حيل تقريبا 100 دايموند بس اوكي هذا كل شويه يلا خل اروح على السريع. بس اوكي خل افتح الباب واروح اليوم بس يعني معقول راح تبيع لي بس انا على العموم خل ابيع بيش راح تبيع لي اذا خل انا مين اجيب فلوس انا حتى مو عندي دايموند هوايه بس يلا اوكي خل اروح على السريع واستعجل. يا ساني رجعت البيت يلا خل انطيهم الدايموند مالتهم. افتحوا الباب افتحوا الباب. اي نعم باعي خلاص هساني روحت. اي طبعا جمعت هذا الدايموند مالتكم جمعت لكم 100 دايموند اتوقع كافي مو صحيح؟ اي طبعا ابني هالي هو دايموند يكون شوي يكون زين ابني لا حتى الصراحة ابني لك الحصان بس ابعك اياه 100 دايموند. شنو 100 دايموند؟ حيل بس انا ما عندي 100 دايموند انا عندي 20 دايموند 25 دايموند بس ما عندي حيل 100 دايموند كل شويه. بس شوف ابني ما يخاف بس انا قاعد افكر اذا انت اهتميت بهذا الحصان ما اعتنيت بيه لان تعرف ان انا مره كبيره حتى ما اقدر اهتم بيه مثل قبل. بس شوف ابني اذا اهتميت بيه واعتنيت بيه راح اعطيك اياه بلاش. شنو؟ راح تنطيني هذا الحصان ببلاش؟ لا مستحيل انا ما قاعد اصدق يعني اوكي سنون انا وعدك انا راح اعتني بهذا الحصان وراح اهتم بيه حتى راح اعطيه كل انواع الاكل وكل شيء اهتم بي. اي كل زين اذا تجيبني هسه تقدر تاخذه. واو انا مو مصدق نفسي يعني راح اخذ هذا الحصان بس واو تعال يا حصان انت راح تكون حصاني واو. يلا اوكي خلاص هذا الحصان. اي طبعا بس انا صار عندي احلى حصان بالعالم واو. يلا اوكي انا كلش اشكرك خاله انت ساعدتيني وطيتيني هذا الحصان بس انا وعدك راح اعتني بهذا الحصان وبد ما امله. اي كل زين ابني لا عاد يلا هسه صار هذا الحصان صار الك. واو يلا ساني خل اروح للبيت بس اكيد امي كلش راح تفرح. اي طبعا يا راح اقول انا اعطتني هاي الحصان هاي المره غنيه وهذا الحصان صار مالتي. واو يلا خل اروح على السريع. يا صارت قربت على البيت يلا تعال يا حصان هسه انا راح ابني لك حظيره واسوي لك مكان حتى تظل حتى اسوي لك سقف حتى ما يوقع عليك المطر. يلا تعال على السريع. شلون جيجي هارونيا شنو ضمن لك هذا الحصان؟ باعي روني انا اشتريت هذا الحصان باعي حتى هذا الحصان احلى من حصانك. شنو حصانك ما حلو هذا حصان الدايموند حتى سعره كلش غالي سعره 100 دايموند. لا جيجي ما اسمح لك يعني تجي الحصان مو تجيب العكس انا حصان امرض احسن حصان حتى احسن هذا حصانك الدايموند. شنو لا مستحيل باعي انا حصاني كلش حلو حتى حصانك ما اعرف شلونه لونه اخضر ما اعرف شلون بس باعي حصاني كلش حلو بو حتى اسرع من الحصان مالتك. شنو؟ اسرع؟ لا مستحيل اصلا حصاني كلش سريع واذا تريد انا راح اثبت لك هذا الشيء خلينا نسوي سباق انا وياك متاكده حصان راح يسبق حصانك. شنو؟ لا مستحيل هسه تشوفين اوكي بعد يلا خلص هذا الحصان وخليني نتسابق انا وياك. يعني شنو قصدك هسه نتسابق؟ اي طبعا بس وين نتسابق؟ اوكي خلينا نتسابق انا يلا تحت عقفي يمي عقفي يلا واحد لازم تعرفي وين نوصل اذا تشوفين هناك لازم نوصل للنهاية. اوكي يلا اوكي هسه متاكده اني راح اسبق حصانك وفوز عليك. يلا باعي استعد يا حصان انا اريدك تسبق رونيا حتى تثبت لي ان حصان الدايموند هو احسن. مو يلا اوكي يلا خلينا نحسب وبعدها نسبق. يلا واحد اثنين ثلاثة انطلق يا حصان. يلا صراحة اسبق رونيا مو يلا يا حصان انطلق. طبعا انا حصاني كل السريع مو باعي روني هسه انا سبقتك وثبتت ان حصاني اسرع من الحصان مالتك. لا هي اكيد اكو مشكله شوف احتمال هذا الحصان مالتك جوعان او تعبان
ما ادري بس امي تقدي حصاني اقوى من حصانك. لا 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 بعروني انت حصانك ما اعرف قد سعره، يمكن سعره 20 دايموند، بس انا حصاني سعره 200 دايموند، حتى هذا حصاني نادر يعني مو موجود من عنده بالعالم، بس هذا الحصان موجود بو. الا جيجي اول شيء ما سمعت ايش حصان مالتي، انا حصاني غالي. او هسه على العموم هسه انا خل اروح ارجع للبيت اروح هذا الحصان امي واكيد هسه راح تفرح بو. يلا خل اروح السريع. إيه حصان وصلت البيت، يلا تعال يا حصان. هسه اكيد امي راح تتفاجئ من تشوف انه انا جايب هذا الحصان. هسه تقول انت مين لك فلوس، انت اصلا مو عندك فلوس، بس هي ما تعرف ايش صار. يلا خل ادخل. ماما ماما با حصان ايش جبت هذا الحصان؟ شوف هذا الحصان الدايموند. الحصان دايموند. اي طبعا بس انت مين لك فلوس حتى تجيب هذا الحصان دايموند؟ شنو لا انت ما تعرفين، انت ما تعرفين ايش صار، انا رحت على مره كبيره عندها هذا الحصان وهي الظاهر ما تقدر تعتني به، بس طلبت من عندي شرط، انا رفضت الشرط ورانطتني هذا الحصان اعتني به. ايوه متأكد؟ اي طبعا يعني صار عندك هذا الحصان الدايموند. اي طبعا وانت كنت تحب هذا الحصان. بس بعد انا شو تريدين من عندي؟ يعني اروح مثل الغابه اصيد حيوانات، انا بعد صار عندي حصان واقدر وين ما اروح اروح. يا صار الصبح، يلا سوني خلوك عد، بس بابا اليوم كلش متحمس. اي طبعا يعني صار عندي حصان، بس انا اليوم عندي شقد شغل لازم اسوي له حظيره، بس انا قبل ما اسوي له حظيره لازم اخذه واروح للغابه افتر، يعني اكو مكانات كلش بعيده انا ابد ما رايح له، وانا كلش عاجبني اروح استكشفه. بس شو اسوي؟ اوكي بس انا اروح بوحدي، بس شو اسوي؟ اوكي يعني من يجي وياي؟ يعني قابل رانيه تجي وياي؟ بس ها اي صحيح احتمال روني تقبل تجي وياي، بعد خليني اروح اقول لها اللي عنده حصان، خليني اروح اقول انه راح نستكشف الغابه واكيد هسه توافق. يلا خليني اروح على السريع. ادق الباب، افتح الباب. رانيا رانيا. نعم نعم. هلا رانيا صباح الخير. هلا جيجي صباح الخير. اقول لك بعد رانيا انت شلون كذا تجيني وياي نروح للغابه نستكشفها؟ يعني اكو مكانات بالغابه كلش بعيده، يقول هناك كلش حلو الاماكن، شلون كذا نروح سوا؟ وجيجي انا كل الضجه من عندك، انت بحكيت على حصاني وبحكيت قلت حصان دائما احسن من حصاني. شنو؟ لا لا اوكي بس بعروني انت يوم حصانك كم حلو وانا حصاني كم حلو، زين شو رايك هسه نروح سوا؟ يعني قصدك حصاني كم حلو؟ اي طبعا، وانت حصانك يعني الامارات، صح اني ما احب الامارات بس هو الامارات هم حلو، يعني اذا انت تحبي هو كلش حلو. اوكي كل زين لعد جيجي. يلا اوكي جيجي لا تسال ما عندي شيء، خلينا نروح انا وياك للغابه. بعد يلا خلينا نروح الحصان مالتي. يلا يا حصاني استعد راح نروح انا وياك للغابه حتى نستكشفه ونروح نتونس. يلا تعالي راني على السريع. يلا تعالي رانيا بس احنا جينا هذا المكان، بس هذا المكان احنا ابد ما جاي، بس مبين عليه كلش حلو حتى اكو كل الحيوانات هنا. طبعا جيجي هذا اصلا مكان بعيد، يعني مستحيل نجينا مشي كل الصعب، بس ما توصل عندنا احصنه يعني نقدر نجينا بكل سهوله. بس اوكي رانيا انت شو رايك لو احنا نجي يوميا، انت صار عندك حصان وانا عندي حصان، يعني نجي نصيد مثلا ابقار ونصيد خروف ناخذ اللحم ونوديه للبيت. ولينا حبايب وصلت الفيديو، اذا عجبكم حطوا لايك واشتركوا بالقناه نتغيو فيديو جديد. مع السلامه.